مساء الخير. من خلال تصفح حساب رائدة الأعمال ومنتجة المحتوى سارة عبد الله بفكر الواحد لوهلي إنه عم بتقدم محتوى خاص بالأناقة أو بالأزياء، ولكن سرعان ما بيكتشف إنه الموضوع هو وسيلة لإيصال رسالة أعمق. تمكين المرأة بالمجتمع يعد أبرز أهداف سارة عبد الله، فهي من المناصرين لحقوق المرأة وداعمينها، وبتحاول عبر منشوراتها وإنتاجاتها دعم المرأة بشتى المجالات. منتابع. الإرادة والعزيمة هن روح الحياة، ومن عنده إرادة عنده قوة، وأجمل شي لما هالقوة تقدروا تنقلوها للناس وتنقلوا معها المحبة. طلعي عمريتك وقولي أنا ما بقدر استسلم، ولا بقدر أقول خلص خلصت حياتي، أنا بدي أعيش، بدي أزرع أمل جديد، بدي كافح، وبدي أشوف أحلامي كلها عم تزهر مثل هالورد كيف عم بيفتح. من المباني القديمة والحديثة، بالتياب وبالزينة، بالعادات والتقاليد، كل شي حواليني عم بيلهمني. نبقى سوا وابقى دايما سند دافع وحافظ لنجاحهم. اعمل من قدراتك حياة، ازرع بروحك الأمل، الحياة بتحلى ليلي بده. معنا من دبي منتجة المحتوى ورائدة الأعمال سارة عبد الله. سارة، أهلا وسهلا فيك معنا بمؤثرون. بداية، شو اللي دفعك لاختيار إنستغرام تحديدا لإيصال المحتوى يلي بتقدمي؟ أول شيء شكرا على الانترفيو، مبسوطة بوجودي معكم اليوم. فينا نقول إنه إنستغرام هي المنصة الأولى عالميا وين بتشوفي كل الناس يعني موجودين بهالمنصة، وفيك تقولي كمان إنه هالمنصة صار لها زمان. يعني أنا كصانعة محتوى بلشت من هونيك، أنا بنيت جمهور متابعين عم بيتابعوني، كل بيتابعوا كل الأعمال اللي أنا عم أقدمها، فأكيد المنصة هيدي مفضلة عندي لأنه كل الناس موجودة فيها. طب سارة، كيف عم بتشوفي تفاعل الجمهور مع القضايا يلي عم تطرحيها حول تمكين وحول حقوق المرأة؟ يعني أنا صراحة عم كون كتير دقيقة باختيار التوبكس، وبنفس الوقت إنه جرب إنه ألقي مواضيع على تمكين المرأة، وبنفس الوقت بجرب إنه أبرز المرأة بصورة جميلة. يعني أنت كمشاهد بتحضر صورة جميلة، بتحضر تياب حلوين، كمان من وراها بيكون في مسج. يعني عم جرب إنه ركب كل شيء يكون مع بعضه، يعني المشاهد اللي مهتم أكتر إنه يشوف يسمع رسالة لتمكين المرأة في يحضره بالفيديو تبعوتي، واللي حابب بس يحضر يشوف بس شيء حلو تياب جميلة كمان في يحضره على الفيديو تبعوتي. فأنا يعني هو مجهود إنه جرب إنه ركب كل شيء مع بعضه تقدر خلي المشاهد إنه يحضر ويتابع الفيديو للأخير. وهيدي يعني صراحة كتير صعب هلا تقدر تعمل هيدا الشيء، تقدر تحقق هيدا الشيء، مش هين ابدا. يعني اليوم انا مخرجه ومنتجه وبكتب كل المحتوى اللي انا عم بقدمه، وبنفس الوقت بادي بالفيديوهات اللي انا عم بقدمها performing، وكمان بكتب كل الكلام او التوبكس اللي انا عم بقوله. فتجمع كل التوبكس هول مع بعضهم منو هين، it's challenging نوعا ما، بس الحمد لله عم بقدر انه جرب وصل صوتي، مكن المرأة، القي الضوء على مواضيع معينة، سوى كمان برد الجميل للوطن وللحياة بصفة عامة. نتذكر السبيشال نيد كيدز كمان والمرأة، سو عم جرب قد ما فيني انه حطوا على مجمل المواضيع. طب سارة، هل عم تشوفي انه منصات التواصل عم تلعب دور بارز بتمكين المرأة، ام انه الجهود بعدها نوعا ما خجولة، يعني او بتقتصر على اشخاص مثلك عم يعملوا هن كل هيدا الشغل ليوصلوا هيدا الرسالة؟ صراحة أنا بهالأربع سنين اللي بلشت عن جد إنه فوكس على المحتوى اللي بدي أقدمه والطريقة، لأنه أصلاً ما كنت بشوف كتير أعمال. هلا ما تنسي يعني أنا الطريقة اللي بقدم فيها المحتوى غير،
يعني انا عم صورهم بطريقه فيديو، كانه فيديو كليب، شورت فيديو كليب صغير مع فويس اوفر مع ميوزك مع تيب، اتس لايك ا فيديو، عرفتي؟ اكيد اكيد في ناس كثير عم تجرب انه تمكن المراه، بالعكس نحن اليوم بالوطن العربي المراه تحدد كل التوقعات وعندها حضور وبروز هام بكل المجالات، ف بجميع المجالات المرأة على طول بتجرب إنه تبرز وإنه تلقي الضوء على مرأة تانية بطرق مختلفة، بس بطريقة اللي أنا عم بقدمها اليوم بحس إنه بهالطريقة إنه بعد ما في كتير ناس يعني عم بتجرب تعمل هيدا الشيء. يعني أنت اليوم كتكون مؤثر، مش بالضرورة تكون بس مؤثر إنه أنت شو لبست أو أنت شو عمل ولادك بالبيت أو وين رحت، لا، فيك تكون مؤثر بطريقة إنك تأثر على الناس بطريقة إيجابية، تحكي عن مواضيع مهمة. أنا أم، عندي ولاد، عندي بنت، فبحب إنه ألقي. كيف عم بتوفق سارة بهذا الموضوع؟ يعني أنت أم لطفلين ومرأة عاملة، أيضا بتركزي على هالموضوع، وسريعا خبرينا كمان على العمل الفني اللي عم بتقومي فيه أيضا دايما لإيصال نفس الرسالة. أول شيء بيقول المثل إيد واحدة ما بتصفق، يعني أكيد لو ما في سبورت لزوجي معي اللي هو دعمني بكل شيء عم بعمله، ولو ما هو حدي أكيد ما قدرت تكون هالقد ناجحة. يعني الجهود اللي عم نبذلها تنعمل هيدا الشغل أو هيدا المحتوى اللي عم نشوفه على الإنستغرام، هو كمان فريق، في فريق عمل وراني، وفي كمان بالبيت كأنا كأم لولدين إنه زوجي داعمني بيساعدني بكل شيء. بالنسبة للأعمال اللي عم بقدمها صراحة، يعني بلشت الفكرة إنه منصتي اسمها دبي بريتي ليديز، هيدا الاسم ما سميته هيدا لإلي، إنه أنا كسارة سميت هيدا الاسم لإلي، هي كانت صفحتي تلقي الضوء أكثر على النساء بالمجتمع بدبي من 8 سنين. مع تطور السوشيال ميديا وانا قررت انه اعمل شركه الانتاج الخاصه فيني وجرب اقدم محتوى لتمكين المراه، فحبيت انه هيدا الاسم ما يكون بس هيك اسم، يكون اسم كمان يساهم بتمكين المراه العربيه هون بدبي. بتعرفي نحن ببلد متعدد الجنسيات، وانا هون يعني صار لي 17 سنه وعندي علاقات كثيره بالوسط الاجتماعي بدبي، فحبيت انه استغل المنصه تبعوتي وتكون هي منصه تقدر وصل فيها رسائل من المجتمع، من النساء حواليني اللي انا كبرت معهم بخلال هال 17 سنه. شكرا شكرا كثير ساره لوجودك معنا من دبي، منتجه المحتوى ورائده الاعمال ساره عبد الله، شكرا كثير لوجودك معنا.